ومعنا فناننا الكبير عبد الله الاسود. مساء الخير. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا اخي منى وحبيبي. اهلا وسهلا بكم. نورت. الله يخليك يا رب. طيبين. اهلا وسهلا. الله يخليك فناننا الكبير. شكرا لك. القناه الرائعه. اهلا وسهلا. يعني سعيد جدا ان اكون معكم اليوم في اللقاء الجميل هذا الرائع. نحن اكيد. نعم. يعني على الاقل نعم. نقاط على اوبريت لما الشمس. في البدايه حابه نسالك بس يعني سؤال بسيط. نعم تسمع فيها. نعم. حابه نسالك بس احنا كليبيين يعني في وقتنا الحالي كم بحاجه في المية الى الاغاني الوطنيه او الاغاني اللي تحمل رسائل اللي كنا نبوها كليبيين؟ اكيد طبعا. طبعا اختي منى طبعا الفنان هذا دوره في الظروف الصعبه الان اللي يمر بها بلادنا الحقيقه. نعم. ان يعني فنان او علاجي او صحفي او رياضي في يعني زملمه جروح وطننا الحبيب، فاحنا طبعا يعني التكمله هو صراحه باوغريت السلام وانتجاتها الهيئه العامه للمسرح والخياله. نعم. وكان المنتج المنفذ بتاع اللي هو الاستاذ محمد مريود والاستاذ رضا سالم الوخدي. جميل. طبعا يعني بلد ومجموعه كبيره من الفنانين. وزي ما قلت الحدث اللي هو تكمله لبرنامج من اغنيه السلام. يعني السلام. نعم. ما حصلنا ما جيناش فرصه ان الاخوه الرياضيين او الصحفيين او العالميين انهم يكونوا معنا في السلام. نعم. يعني نعم يعني استاذ عبد الله. نعم يعني استاذ عبد الله لم الشمل هو تكمله لاوبريت السلام، وعشان اوبريت السلام ما قدرتوش تجمعوا فيه العدد الكبير من الفنانين ومن المشاهير ومن الشخصيات الاكيد الجميله، فبلم الشمل حطيتوا فيه او حاولتوا تحطوا فيه عدد من هذه الشخصيات، صح؟ نعم. بالله ما نسمعكش. ما نسمعش كويس. يعني لم الشمل بما انه هو تكمله لاوبريت السلام حاولتوا تحطوا فيه الشخصيات الثانيه اللي ما قدرتوش تضيفوها لاوبريت الاول. هذا دورنا كعالميين. نعم. مش شرط عالميين او فنانين، هذا دور يعني الناس اللي يعني صحيح البارزه في بلاد الحبيبه يعني كان رياضيين. نعم. نعم استاذ عبد الله حابة نسألك بس يعني نعرف بأن الفن في أي مكان في العالم دائما يحمل رسائل كبيرة جدا، يعني مش بس في ليبيا اللي تعاني ممكن مشاكل على الصعيد الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي، ولكن حتى في دول العالم حتى الدول المستقرة رسالتها الكبيرة هي الفن في تحسين أي وضع في المجتمع. نعرف بأن ورسائل سامية لمجتمعنا. نعم. سامحيني بالله من باب يعني الحق الادبي للناس اللي يشاركوا معنا، لو سمحت اختي منى وعبير نستخدم بكلامي لو سمحت يعني. اكيد تفضل. ما سمعتكش كويس استاذ عبد الله. هو اوبريت يعني لما الشمل هو تكمله لاوبريت السلام، والناس اللي شاركت فيه طبعا اللي راسهم الرياض الكبير علي بشافي ومصباح شنقم ونيس خير وسالم الرواني، هذه نجومنا في يعني الفريق الوطني، واللاعب من مدينه الدواره الكابتن بشير غريبه. نعم. وايضا الصحفيين والاعلاميين امثال الصحفيه الاعلاميه بشرى الهوني وولاد محمد والصحفي الجميل الرائع حافظ معمر. نعم. وايضا اشكر الاخوه اللي من المغرب العربي ساهموا معنا في اغنيه السلام كاخوه مغاربه يعني. نعم. مغاربه يعني نعم.
نعم، نتصور بان في مشاكل في الصوت منى، ما سمعناش كويس الفنان الكبير عبد الله الاسود. زي ما قال هذا الاوبريت اللي هو تكمل اوبريت السلام اللي شارك فيه مجموعه من المغنيين العرب اللي يشاركوا دائما ويساندوا ليبيا في كل محنها من خلال حتى اغاني اللي كنا عرفناها من بدايه 2011 الى اليوم، والكثير من الاغاني بصراحه اللي ما زالت في عقولنا وما زلنا نحب نغنوها الى يومنا هذا. فعلا معك حق عبير، وكيف ما قال الفنان ان المره هذه تمت مشاركه رياضيين في هذا الاوبريت، وحتى اطفال شاركوا في هذا الاوبريت، ونحن اكيد نحب نسال الفنان عن هذه المشاركات وبالذات مشاركه الاطفال. انا حابه نسأل لو موجود معنا. موجود معنا استاذ عبد الله. استاذ عبد الله، الحين يعني على التغطية ممكن الطي هارب او كذا، الله غالي. مش مشكلة مش مشكلة، اكيد عارفين يعني حاجة موجودة معانا. المهم يعني زي ما قلت لحضرتك، فيعني كانوا صراحة لبوا نداء الاخوة الفنانين من المغرب العربي والصحفيين والرياضيين، امثال التونسية الصحفية الكبيرة صوفيا الهمامي والعالمية التونسية والفنانة والعالميه سهام بن عبد الله، وايضا العالميه الكبيره علفه المسلاتي، وايضا اشكر الفنانه المغربيه اللي شاركت معنا في اوبريت السلام. نعم، هي المطربه الكبيره المغربيه ناديه خالص، والرابور حماده الجنرال، وكان بطل الاوبريت الحقيقه هو الاطفال، ما شاء الله عليهم يعني. يعني الابطال يعني احباب الله يعني. فكانت يعني كان يعني يعني مشاركتهم يعني كانت رائعة جدا، وحتى في طريقة الحفظ ما تعبونيش الحقيقة. حلو، كويس. وكانوا حافظين يعني قبلها بيومين وثلاثة أنا حفظتهم العمل وشوني يوم التسجيل، كانوا حافظين ما شاء الله تبارك الله. بخصوص هذا أستاذ عبد الله، بس أنا حابة نسألك خطرة على الحفظ، حابة نسألك عن اللهجة أو اللغة اللي موجودة في الأوبريت، طبعا هي اللغة العربية، هل استعانت كذلك باللهجة؟ لا، مش هي اللغة الثالثة، يعني ما تسمى باللغة الثالثة، اللغة يعني الوسط زي ما نقوله، الوسط يعني. نعم، ومثل البغاربية يعني مفهومة. الشاعر كان ذكي الحقيقة، الأستاذ صالح الشاعر الغنائي الكبير صالح بدرقول، يعني كان رائع يعني، وكان في أوبريت السلام أو في أوبريت لم الشمل يعني. فاحنا نتمنى، احنا طبعا زي ما قلت لك هذا دورنا أستاذة أستاذة منى أستاذة نعم. معلش سامحوني، ولا يهمك مكان آخر مش نعم. فيكم نكلم فيها منى أو عبير، ولا يهمك فهمتي. فيعني اتمنى ان كل يعني بصراحه الشكر لقناه 218 كانت رائعه جدا جدا في حتى اذاعتها للاوبريت السلام، وحتى الناس شافوه بصراحه وعرفوه وحفظوه من خلال قناتكم الموقره الجميله الرائعه. نعم، الله يخليك. واتمنى من كل الاذاعات، اتمنى من كل القنوات، ليش مفتوحه القنوات؟ انت ليش فاتح قناه اصلا؟ انت ليش فتح قناه لو ما تكونش مساهم في هالظروف الصعبه هذه، لما يكون مثال مجموعه من الرياضيين او الفنانين او الادباء او يعني ناس بتلملم جروح الوطن وبتذيع هذا العمل وانت ما دعتاش، يعني انت برص مسكر القناه بتاعك خير يعني علاش؟ نعم. فانا لومي على كل اغلبيه المحطات اللي حتى اخذوه هذا العمل وما دعوش، فهذو ناس منافقين بصراحه. نعم. وما يهمهمش ما يهمش يعني لم الليبيين، ماذا بيهم يعني 24 ساعه الليبيين يتعاركوا ويتخاصموا. نعم استاذ عبد الله، نعم استاذ عبد الله، معلش لضيق الوقت انا حابه نتاسف منك، ولكن شكرا جزيلا لك على وجودك معنا اليوم وعلى هذا الاوبريت الرائع. شكرا لك الفنان الكبير عبد الله الاسود. شكرا بصراحة، شكرا لك. يعني هذا تكملة لأوبريت السلام، وفعلا أوبريت السلام قاعد يذاع على قناة 218، وإن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق بصراحة في هذا الأوبريت أو تكملة لهذا الأوبريت، وأكيد حيتم عرضه إن شاء الله.